استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قاعدة الصخير الجوية هذا اليوم سعادة السيد إيغمار دوفوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية والتي تستضيفها مملكة البحرين. ورحب العاهل المفدى برئيس الاتحاد الدولي للفروسية وبزيارته للمملكة معربا عن أطيب تمنياته له وللمشاركين في هذا الاجتماع بالتوفيق والسداد بما يسهم في خدمة رياضة الفروسية وتعزيزها على الصعيد العالمي. وأشاد جلالته بالجهود المتواصلة التي يبذلها السيد إنما في سبيل النهوض برياضة الفروسية والارتقاء بها إلى مستويات متميزة ودعم برامج وأنشطة الاتحاد الدولي لتنظيم مختلف البطولات التي أسهمت في تحقيق نجاحات كبيرة في هذه الرياضة العالمية، مؤكدا جلالته على النجاحات والإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في رياضة الفروسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال مشاركاتها في مختلف السباقات وتنظيمها للعديد من البطولات العالمية والتي عززت من مكانة هذه الرياضة في المملكة وتطورها وأعطتها الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين وتألقهم في كافة المنافسات وحصدهم العديد من الألقاب، منوها جلالة الملك المفدى بأن مملكة البحرين تعد من الدول التي تملك أفضل المرابط للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو والتي تشتهر بنقاوة سلالاتها وقوة تحملها لسباقات الفروسية، حيث تحظى رياضة الفروسية وسباقاتها بشعبية واسعة لدى أبناء المملكة والمقيمين على أرضها. وأعرب جلالته عن تطلع البحرين ممثلة في الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة إلى مزيد من تعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية خدمة لهذه الرياضة العريقة والتي تحظى بشعبية عالمية كبيرة. كما أكد الملك المفدى على الدور المهم الذي تمثله رياضة الفروسية في تعزيز علاقات الصداقة بين مختلف الدول ومد جسور التفاهم والتعارف والتقارب وترسيخ قيم المحبة بين شعوب العالم المختلفة، متمنيا جلالته لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية كل التوفيق والتقدم. من جهته أعرب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية السيد إيغمار دوفوس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب الجلالة على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال زيارته لمملكة البحرين، مشيدا بجهود البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى واهتمامها بتطوير ودعم رياضة الفروسية ما أثمر عن تفوق فرسان البحرين وتحقيقهم للعديد من البطولات الإقليمية والعالمية.